بشكل عام لا تنزعج الحيوانات من مظهر منازلها، معظمها بسيط تماما ومصمم لتوفير الدفء والمأوى للحيوانات وصغارها، فهم لا يهتمون بالفوز بأي جوائز للمظاهر. لكن لا يتعامل كل حيوان مع التدبير المنزلي باستخفاف. تبني بعض الحيوانات منازل تنافس وتلهم العديد من أعظم الإنجازات المعمارية للبشرية، من الجهود الفردية النابضة بالحياة إلى العروض المذهلة للعمل الجماعي والإبداع. إليك عشرة من أعظم المهندسين المعماريين في الطبيعة. رقم 10. القنادس. كواحد من أكبر القوارض في العالم، تزن القنادس عادة ما بين 45 و 60 رطلا، أي حوالي 20 إلى 30 كيلوغراما. مثل القوارض الأخرى، أسنانها لا تتوقف عن النمو، والتي تقوم بتقويتها من خلال قضم الخشب باستمرار. والسبب الآخر بالطبع هو أنهم يبنون سدودا من ذلك الخشب. هل لاحظت كيف تميل أسنان القندس إلى اللون البرتقالي؟ هذا ليس بسبب قلة نظافة الأسنان، بل لأن أجسامهم تخصص كميات كبيرة من الحديد لمين الأسنان، مما يجعلها قوية بشكل لا يصدق. أما بالنسبة لبناء السدود، فإن الأكوام الطويلة من الجذوع والعصي تسد المجاري المائية وتخلق البرك، مما يتيح حماية للقنادس من الحيوانات المفترسة، ويضمن الوصول على مدار العام إلى النباتات التي يرغبون في تناولها. كانوا يعيشون في مساكن داخل سدودهم، قاعات خشبية صغيرة مع مدخل خفي تحت الماء لاستيعاب العائلة بأكملها. يمكن أن يكون القندس غزير الإنتاج من الناحية البيئية، لدرجة أنهم ينشئون سهولا فيضانية جديدة ويغيرون المناظر الطبيعية تماما، ويعملون عاما بعد عام للحفاظ على سدودهم والبناء عليها. ومن هنا جاء القول مشغول مثل القندس. كانت إحدى مستعمرات القنادس في ألبرتا كندا مشغولة للغاية في الواقع، لدرجة أنها شيدت أكبر سد على الإطلاق. هذا المنزل الحيواني المذهل يمتد لما يقارب 3000 قدم. رقم 9. النمل الأبيض. بالابتعاد عن الكائن اللطيف والفروي إلى هذا الكائن الزاحف، حان وقت النمل الأبيض. هناك عدة أنواع مختلفة من النمل الأبيض يمكنها بسهولة الحصول على درجة علمية في الهندسة المعمارية. يبني نمل البوصلة المستوطن في شمال أستراليا أعشاشا كبيرة، والتي عادة ما تكون موجهة من الشمال إلى الجنوب. يساعدهم الاتجاه على تنظيم الحرارة مع أخذ ضوء الشمس المباشر على جوانبهم الشرقية والغربية الواسعة في الصباح وبعد الظهر. شكلها الذي يشبه الوتد يعني أنه عندما تكون الشمس حارة في منتصف النهار تقريبا، يتم امتصاص حرارة أقل مما يمنع ارتفاع درجة الحرارة. يمكن العثور على التلال أحيانا في تجمعات مخيفة تشبه المقابر. أبناء عمومتهم النمل الأبيض الكاتدرائي أيضا من شمال أستراليا ينشئون هياكل أكبر، غالبا ما يصل ارتفاع منازلهم الشبيهة بالكاتدرائيات إلى أكثر من 15 قدما. هذه الهياكل مدهشة لأنها مصنوعة من الأرض الحمراء في أستراليا، بالإضافة إلى الخشب الممضوغ واللعاب والروث، وما فوق الأرض هو مجرد البداية. تمتد مستعمرات النمل الأبيض على مساحة عدة هكتارات تحت الأرض، وبعض مستعمرات النمل الأبيض تزرع حدائق الفطريات الخاصة بها عمدا. مثيرة للإعجاب مثل منازلهم، ملكات النمل الأبيض لن يفوزوا بأي مسابقة ملكة جمال قريبا، من الأفضل أن يظلوا مختبئين في قلاعهم الفاخرة. أنا أعتقد أن هذا أفضل. رقم 8. بايا النساج. مثل العديد من الطيور، يعشش بايا النساج في أعالي فروع الأشجار الشائكة في جميع أنحاء الهند وجنوب شرق آسيا. خلال موسم الرياح الموسمية، عندما يتكاثر هؤلاء النساجون، يجتمعون في مجموعات من 20 إلى 30 لبناء أحيائهم المعقدة معا بالقرب من مصادر الغذاء والماء ومواد البناء. تم نسجها باستخدام شرائط من الأكاسيا وأوراق النخيل، وتشمل هذه الأعشاش المتدلية غرفة تعشيش مركزية ونفقا طويل. عندما يكتمل العش جزئيا، يتدلى منه الطائر الذكر للاستعراض للأنثى وجذبها. كلما كان عشه شبه النهائي أكثر إثارة للإعجاب، زادت احتمالية العثور على رفيقة له، وهو يستحق ذلك أيضا. يستغرق متوسط عش البايا ويفر حوالي 500 رحلة لتجميع المواد حتى يكتمل، ويتطلب نسج العش قدرا كبيرا من المهارة، بالإضافة إلى منقار قوي بشكل استثنائي. لحسن الحظ هذا المحترف لديه الاثنان. رقم 7. طائر الفرن الأحمر. حصل هؤلاء المهندسون المعماريون في أمريكا الجنوبية على هذه الأسماء لأن أعشاشهم تبدو تماما كما يوحي اسمها،
تشبه هذه الهياكل المكونة من آلاف حبيبات الطين شكل ولون أفران الطين البدائية، وغالبا ما يتم تكديسها فوق بعضها البعض. يساعد هيكلها شبه المغلق على حماية طيور الفرن من الحيوانات المفترسة. وبمجرد أن يذهب زوج الطيور الذي كان يسكن العش في الأصل، غالبا ما تتولى الطيور الأخرى من الأنواع المختلفة هذه العقارات الآمنة والمريحة. تتكون أعشاش طيور الفرن من جدران منحنية سمكة تلتف باتجاه غرفة مركزية، وهي الغرفة الأعمق، حيث تضع الأنثى البيض محمية بجدار بفتحة صغيرة واسعة فقط بما يكفي لتناسب طيور الفرن. يمكن لعدد قليل من الحيوانات المفترسة الدخول من خلال هذا الصدع الضيق حتى تتمكن الأم من الاعتناء ببيضها وفراخها في سلام. رقم 6. النساج الاجتماعي. الآن إلى صديق آخر ذو ريش، وهذا حسنا تماما كما هو معلن عنه، فهي ودية للغاية لمجموعتها الاجتماعية الخاصة. على أي حال، هذه الطيور الإفريقية التي تعيش في صحراء ناميب وكالاهاري تبني أعشاشا جماعية ضخمة، بعض من أكبر الأعشاش في العالم. يساعد القرب من بعضها البعض وكذلك حجم هذه الأعشاش التي يمكن أن يصل وزنها إلى طن على حماية الطيور من درجات الحرارة المتقلبة بشدة في الصحراء. الأعشاش هي في الأساس مجمعات سكنية للطيور تحتوي على غرف تعشيش فردية لمئة زوج أو أكثر من الطيور. يعتني كل زوج بمنزله الخاص بما في ذلك نفق المدخل، ومع ظهور المزيد من الأزواج فإنهم يضيفون إلى الهيكل العام. على عكس معظم الطيور، يقوم هؤلاء النساجون بعمل شيء يشبه القش أكثر من النسج. نتيجة لذلك تبدو أعشاشهم الضخمة مثل الأكواخ مع أسطح مائلة للمساعدة في جريان المطار، بالإضافة إلى بناء منازلهم من حين لآخر على شعيرات كهربائية وتسبب في انقطاع التيار الكهربائي للبشر القريبين. يتسبب هؤلاء النساجون في حدوث مشاكل للحيوانات المفترسة أيضا من خلال الوضع التكتيكي للعصي الحادة على سطح الخارجي لأعشاشهم، فإنها تقدم مفاجأة مؤلمة لأي ضيف غير مرغوب فيه. إصابة الزواحف المحلية. لا يبدو هذا ودودا للغاية بعد كل شيء. رقم 5. طائر التعريشة فوغلكوب. موطنها الأصلي غينيا الجديدة. لا يتم عرض هذا الطائر بنفس طريقة عرض معظم إخوانها وأخواتها من الطيور. بدلا من رقصة أو أغنية، يقوم هذا المهندس المعماري الصغير بتزيين تعريشه الذي يشبه كهفا من العصي على الأرض بالورود والتوت وغير ذلك من الأشياء والنهايات الملونة. هذا ليس عشا، بحيث لا تتم تربية الصغار هنا، بل إنه معرض فني للشركاء المحتملين. لا تمتلك هذه الطيور الصغيرة ذات اللون البني ريشا للزينة، لذلك يتعين عليهم تعويض ذلك. إنهم يقومون باستمرار بتحديث مجموعاتهم من الأشياء الجميلة، وغالبا ما يكونون في مهمة للتفوق على جيرانهم، حتى أن البعض يذهب إلى حد سرقة أفضل الأشياء من تعريشة قريبة عند إدارة الظهر مع مجموعاتها التي تمتد أحيانا لتشمل فضلات الإنسان مثل البلاستيك الملون. تجمع هذه الطيور الرائعة بين المهندس المعماري والفنان. لذا إذا علمتنا الطبيعة أي شيء من هذا، فليس من الغريب أن غرفتي في المنزل مكدسة من الأرض إلى السقف بكنز من أغطية الزجاجات البلاستيكية الزرقاء. لا يا أمي، لست بحاجة إلى المساعدة. رقم 4. الحاصدون الهنود. بالعودة إلى عالم الحشرات، هذه المرة إلى النمل. الحاصدون الهنود هم النمل الذين يحبون المتاهات. تبني هذه المخلوقات ذات الأرجل الستة دوائر متحدة المركز حول مداخل عشها، مع وجود فتحات في الجدران الأنبوبية تجعل الهيكل بأكمله يبدو من الأعلى مثل المتاهة. يعتقد أن الجدران مبنية لمنع الحيوانات المفترسة والمياه الزائدة. هذا منطقي لأن المداخل التي تحميها عبارة عن ثقوب كبيرة في الطين الهندي الجاف، وبدون هذه الحماية فقد تجد حشرة أو قوارض أكبر بكثير أو مياه الأمطار الزائدة طريقها إلى مدينة النمل المخبأة تحت سطح الأرض في ولاية مهاراشترا. حصل هؤلاء النمل على اسمهم لأنهم يحصدون البذور من الأعشاب المحلية تاركين القشور خارج مساكنهم مثل القربان خارج أسوار مدينة بشرية قديمة. رقم 3. خبراء اللفافات. كلاهما من أستراليا. النمل الحائك وسوسة دحرجة الأوراق يصنعون منازلهم في أوراق الشجر. السوسة موطنها ولاية فلوريدا تقطع الأوراق في الوسط باستخدام فكها وتلفها حول نفسها لتشكيل ما يشبه البوريتو. من الواضح كما هو الحال مع البشر، غالبا ما يؤدي لف الأوراق إلى صنع البوريتو. ستترك أنثى السوسة المتدحرجة بيضة أو اثنتين بالداخل وتبقى لحمايتها من الحيوانات المفترسة.
من جهة أخرى يعيش النمل الحائك أيضا في الأشجار، ولكن مثل معظم الأنواع الأخرى من النمل يجتمعون في مستعمرات مقسمة إلى نمل يبني ونمل يدافع عن المستعمرة. يبنون أعشاشهم عن طريق ثني الأوراق ونسجها وإلصاقها بالبساق. نظرا للاختلاف الكبير في الحجم يتعين على عدد من النمل التعاون في ثني كل ورقة ولصقها، ومثل العديد من الحيوانات لدينا يعمل هؤلاء الرجال بجد. يمكن أن تتراوح الأعشاش من ورقة واحدة إلى أوراق متصلة يصل طولها إلى قدم ونصف. القوة والبراعة التي أظهرها كل من هذين المخلوقين أكثر مما يكسبهما مكانا مرموقا في هذه القائمة. رقم 2. عقرب رمال الصحراء. توجد هذه العقارب في صحراء أمريكا الشمالية مثل صحراء سونوران في ولاية أريزونا، حيث يمكن أن تصل درجات الحرارة إلى 49 خلال النهار. تتميز عقارب الصحراء بلون الرمال للمساعدة في تجنب الحيوانات المفترسة والتسلل إلى الفريسة. يتكون نظامها الغذائي من الحشرات والعناكب وأحيانا من السحالي الصغيرة والقوارض، لكن الشيء الأكثر إثارة للإعجاب عنهم هو منازلهم بالطبع. بمجرد اختيار المكان المناسب يشق عقرب رمال الصحراء طريقه إلى الأرض ويدفع الرمال غير المرغوب فيها من عرينه الحلزوني. من خلال حفر منازلهم الحلزونية في الرمال فإنهم يزودون أنفسهم بنفق متعرج يمكنهم من خلاله إرباك الحيوانات المفترسة والتهرب منها. يسمح هذا الشكل الفريد أيضا بخروج الهواء الساخن من المدخل مما يخفف بعض الحرارة الغامرة للصحراء مثل وحدة تكييف الهواء. يساعد العيش تحت الأرض أيضا هذا العقرب على الاحتفاظ بالرطوبة، حيث يعد الجحر اللولبي العميق أحد أكثر الطرق فعالية للعثور على المياه في الأراضي القاحلة في سونورا. أنا أستفيد من هذه الحكمة الحشرية عندما أزور مطعمي المحلي، إنهم يعرفونني هناك على أنني الرجل الذي يصر دائما على القشة الكبيرة الحلزونية والذي دائما ما يكون وحيدا. حسنا، على أي حال إليك بعض الإشارات الأخرى. رغم أنهم ربما يكونون مألوفين لك، إلا أنهم لا يزالون مهندسين معماريين رائعين للغاية. يعد نحل العسل أحد أهم الأنواع على الأرض، حيث يصنع أعشاشه من الشمع الذي يفرزه من غدد متخصصة. مع هذا توجههم غرائزهم المذهلة إلى إنتاج خلايا قرص العسل سداسية الشكل تماما، والتي ترك بعضها مفتوحا لإيواء صغرها، بينما يتم إغلاق بعضها لتخزين حبوب اللقاح والعسل. من المثير للدهشة أن شمع العسل مرن ولزج، وعلى الرغم من أنه غير مرئي للعين المجردة فإنه يتدفق ببطء دائما. على الرغم من أنه ينظر إلى الدبابير على أنها القريب الشرير للنحل، إلا أن ذلك لا يجعلهم مهندسين معماريين أقل إبداعا. دبابير الورق موهوبة بشكل خاص، حيث تمضغ الأوراق واللحاء بفكها السفلي مما يخلق نوعا من الورق تلتصق به مع لعابها اللاصق. تتميز أعشاشها بمظهر رائع يشبه الورق المقوى، وقد عرف عنها حتى أنها تستخدم الورق الملون كمادة بناء عند توفرها. لفترة طويلة كانت هذه الأنماط الدائرية المزخرفة في قاع المحيط لغزا للغواصين الذين واجهوهم، ومع ذلك اتضح أن دوائر محاصيل البحر هذه تم بناؤها بواسطة ذكور السمكة المنتفخة اليابانية لجذب الإناث. ثم تضع السيدات المحببات بيضهن في الرواسب وسط هذه التصميمات المعقدة رياضيا. رقم 1. طابعات الطبيعة ثلاثية الأبعاد. الذباب الإسفنجي هو مجموعة من الحشرات ذات الأجنحة الشبكية التي قد تكون من أكثر المعماريين إثارة للإعجاب في العالم الطبيعي. المنازل التي تبنيها يرقاتهم عبارة عن شرانق صغيرة وشخصية. تتكون الهياكل متعددة الطبقات من شبكة خارجية جميلة وغطاء داخلي متين. تقوم هذه اليرقات التي تلتقط سطحا صلبا ببناء هيكل يشبه الشبكة من الحرير شبه السائل الذي تنتجه والذي يتصلب عند ملامسته للهواء. ينتقل هذا النمط من جيل إلى جيل، فن موروث يستمر في كل مرة يجف فيها الحرير في تلك القباب الجميلة حول اليرقات. تشبه مشاهدة هذه اليرقات الصغيرة مشاهدة طابعة ثلاثية الأبعاد في العمل، حيث تقوم اليرقات التي تعمل كمهندس معماري بإدخال ألياف متقاطعة مثل الأعمدة الداعمة لربط الشبكة المقببة بالشرنقة الصلبة الأكثر تقليدية التي تبنيها في الداخل. بشكل مثير للدهشة طور صغارهم عملية بناء شرنقة مشابهة جدا، ومع ذلك فإن هذه الشرانق تبنى متدلية من الجانب السفلي من الأوراق. الذباب الإسفنجي هي من سكان الغابات المطيرة، كما أن الشكل المزدوج لسقف الورقة والشبكة الملتوية للشرنقة تحافظ على المطر بعيدا عن اليرقة النامية في الداخل.
إذن هل حول النمل الأبيض الفناء الخاص بك إلى ساحة كنيسة مهجورة؟ وما هو أفضل مخلوق بناء رأيته على الإطلاق؟ أخبرني برأيك في التعليقات بالأسفل، وشكرا للمشاهدة.